30 او 40 متر مربع على سطح حيالله بنايه بحيالله مدينه قادرين ننتج 2000 ل 2500 خسه كل 45 يوم. بونجور واضح، انا زياد ابي شاكر مهندس بيئي. الاختصاص تبعي هو النفايات الصلبة. في شق من النفايات يلي هو الأكياس البلاستيكية. اشتغلنا بروجي دو ريشيرش تقريبا شي 4 سنين تنحولهم لألواح، وهول الألواح كنا عم نفكر شو بدنا نعمل فيهم، شو التطبيقات يلي بنقدر نعملها. قررنا انه بدنا نعمل منهم مستوعبات، نحط بقلبهم تراب ونبلش نزرع، وهيك صارت اجت فكرة انه نزرع بطريقة فيرتيكال او عمودية. إجمالاً يلي كانوا كتير متحمسين للزراعة كانوا يقولوا طيب ما نحن قاعدين بالمدينة ما فينا نعمل شيء. هلأ اللي عم نجرب نحطه بمتناول يدهم هلأ إنه مبلا، صار فيكم تزرعوا على البلكون، صار فيكم تزرعوا على الحيطان، صار فيكم تزرعوا على السطح. الناس بدها تاكل بطريقة صحية، ما بدها تاكل إشياء مرشوشة، ما بدها تاكل إشياء جاي من كتير بعيد. بقى مشان هيك الأوربن فارمينج كونسبت كتير مهم، انك ترجع تجيب ترد الزراعة على المدن، على الأبنية، على الأسطح، على البلاكين. وشغلة كتير حلوة انك تزرعي بالمدينة.